أحداث 24 ساعة، أهلا بحضراتكم. نحييكم أعزائي المشاهدين، وهذا حصادنا الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب فيها عن دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة. مدبولي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ويؤكد حرص الدولة على اتخاذ أي إجراء في صالح المواطن فيما يتعلق بمخالفات البناء. الخارجية تستنكر استمرار تركيا في إطلاق ادعاءاتها الكاذبة ضد مصر بهدف خدمة توجهات أيديولوجية. الأحداث بالتفصيل، أهلا بحضراتكم. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي أعرب فيها عن دعم بلاده لمحددات الموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة. وخلال استقبال سيادته لمستشار الرئيس الكونغو الديمقراطية، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدا أن هذا مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولجميع دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان كابونغو مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سلم سيادته رسالة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيدة سفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن الرسالة تضمنت الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى. وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن التقدير لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدا سيادته أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام من أجل شحذ الإمكانات الضخمة والموارد الغنية التي تزخر بها الكونغو وجميع الدول الإفريقية الصديقة بهدف تنميتها واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب الدول الإفريقية. كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، والحرص على دعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، مع العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما، مطالبا سيادته بنقل تحياته لأخيه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وقد نقل السيد كابونغو أيضا إشادة الرئيس الكونغولي بالمواقف المصرية المساندة للكونغو الديمقراطية في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمساعدات المختلفة التي تقدمها مصر، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي تم إرسالها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالكونغو. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على مساعدة المواطنين في تقنين أوضاع ملف المخالفات والتيسير فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بذلك. وفي تصريحات خلال جولته التفقدية للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن أي قرار يتخذ هو في صالح المواطن المصري. رئيس
رسالة للشعب المصري. الدولة لما بتخطط بطريقة سليمة وبتبني بطريقة سليمة، شكل العمران بيبقى مختلف وطبيعة وجودة الحياة للمواطن المصري بتبقى مختلفة، غير تماما النمو الغير مخطط والعشوائي اللي احنا للأسف زي ما بنقول واجهناه في مصر على مدار 4 عقود سابقة، واللي احنا كلنا حريصين كل الحرص ان هو ما يتكررش تاني في خلال الفترة القادمة. وعشان كده يمكن انا يعني بنتهز الفرصة طبعا، وتاني بناشد المواطنين كل المواطنين ان احنا ننتهز فرصة المدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء ونسرع في تقنين اوضاع المخالفات اللي تمت. وانا بتابع بنفسي مع السادة المحافظين، واي قرار احنا هنشوفه هيكون للتيسير على المواطن فيما يخص الاجراءات الادارية وكل شيء انا بتابع طبعا على الارض لحظة بلحظة، واي شيء هنجده لصالح المواطن المصري هناخده ولن نتردد فيه في هذا الصدد. كان رئيس الوزراء قد قام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة، تفقد خلالها مباني مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية ومشروع الحديقة المركزية والذي يقام على مساحة شاسعة. وأكد مدبولي خلال الجولة أن الدولة حريصة على مد أيادي التنمية والتعمير لكل رقعة من أرض مصر. اجتماع في مستهل زيارة لرئيس الوزراء للعاصمة الإدارية شدد فيها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمني للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة. وتابع رئيس الوزراء مع مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية مشروعات محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي وصلت معدلات التنفيذ فيها لمستويات قياسية. وعلى أرض الواقع تفقد رئيس الوزراء الحي الحكومي وشهد تأسيس وزارة المالية كنموذج لباقي الوزارات إلى جانب مجلس النواب، حيث بلغت معدلات التنفيذ 87% وقاربت على الانتهاء، ويتم مراعاة أحدث النظم لمستويات التأسيس ومراعاة استخدام الوسائل التكنولوجية ليقدم العاملون بالجهاز الإداري للدولة أفضل خدمة للمواطنين. وانتقل رئيس الوزراء لزيارة مبنى مجلس الوزراء واستمع لشرح عن مكوناته وما يضم من قاعات لاستقبال كبار الزوار وانعقاد المؤتمرات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ثم استمرت الزيارة لمبنى وزارة الخارجية الذي يقع على مساحة 13 فدانا. يعني تفقدنا العديد من مباني الحي الحكومي وشفنا الحمد لله النقلة الكبيرة جدا النوعية اللي ان شاء الله هتكون عليها شكل الحكومة المصرية اعتبارا من العام القادم عندما يتم عملية الانتقال. ويمكن الحياة العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج واحدة من يعني أكثر من 15 مدينة جديدة النهاردة أو ما يقرب من 20 مدينة بينشأوا كلهم على نفس المستوى، هدفهم كله هو استيعاب الزيادة السكانية وزيادة الرقعة المعمورة من مصر، وإن احنا يعني نخطط وننمو بطريقة سليمة. وياتي البرج الأيقوني بمعدلات تنفيذ عالية، حيث تم صب حوائط الطابق 45 ليصل الارتفاع حتى الآن إلى 220 مترا. رئيس الوزراء أكد أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة للعاصمة ونقطة جذب للاستثمارات المتنوعة تنطلق من مصر لتخدم كل دول العالم خاصة إفريقيا. وتأتي زيارة الحديقة المركزية كآخر نقاط جولة رئيس الوزراء بالعاصمة، أكبر الحدائق في العالم 1000 فدان يتم تنفيذها على أعلى مستوى لتضم عددا من المشروعات الترفيهية والسياحية والاستثمارية ونوادي وبحيرات كنموذج فريد يتوج العاصمة. ومن العاصمة انتقل رئيس الوزراء لمدينة بدر، تفقد فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي ووحدات السكن العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة. اللي حضراتكم شايفينه النهارده احنا جوه مشروع الاسكان الاجتماعي، وانا باكد 30,000 وحدة اسكان اجتماعي بيطلعوا، بدأنا فيهم من شهر ابريل الماضي يعني ما بقناش اكتر من 5 شهور، والحمد لله نسبة الانجاز تقترب من 50%. المشروع ده بالكامل هيكون يعني ينتهي بنهاية شهر 6/21، يعني في خلال سنة بالظبط بنكون بننهي 30,000 وحدة اسكان اجتماعي لشبابنا والمحدودي الدخل. احنا في اقل من 5 شهور وصلنا ان احنا فعلا 30,000 وحدة سكنية طلعوا على الارض وبيخلصوا ان شاء الله في خلال الفترة القادمة، وبإذن الله هيبقى مزيدا ومزيدا من التنمية في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. تابع لكم جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية ومدينة بدر. حماد العربي، التلفزيون المصري.
استنكرت مصر حديث وزير الخارجية التركي مع قناة سي ان ان ترك، والذي تضمن من بين إشارات مختلفة تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 من يونيو. وأكدت الخارجية أن مثل هذه التصريحات تؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرا إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض إنما يكرس افتقار المصداقية إذا أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية. أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديس أنه على تركيا الاختيار ما بين الانخراط في حوار مع وقف عملي للتصعيد أو مواجهة قائمة عقوبات أوروبية، وذلك على خلفية الأزمة التي تثيرها تركيا شرقي المتوسط. وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رسالة فرنسا لتركيا واضحة، وهي الدعوة إلى حوار مسؤول وبحسن نية. وأتي هذا بعدما قررت تركيا تمديد مهام إحدى سفنها للتنقيب شرقي المتوسط شهرا إضافيا. متواصلون معكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. حزب التيار الوطني الحر يقدم مبادرة مثيرة للجدل لحل الخلاف على تشكيل حكومة جديدة في لبنان. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة التي يمر بها لبنان تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإبعاد لبنان عن شبح الانهيار والفتن، في حين قدم حزب التيار الوطني الحر مبادرة أخرى لحل الخلافات لكنها مثيرة للجدل. محاولات عديدة لرأب الصدع في البيت اللبناني الذي كاد أن يفتك به شبح الانهيار الاقتصادي بعد أن تعقدت الأمور في التوافق على تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا الإطار قدم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون ويتحالف مع جماعة حزب الله، قدم اقتراحا لإنهاء هذا الخلاف الذي يعرقل تشكيل الحكومة. المبادرة تقترح القيام بتجربة توزيع الوزارات السيادية على الطوائف الأقل عددا، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية. ورغم أن حركة أمل وحزب الله المدعوم من إيران تريد اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية، إلا أن الفصائل الشيعية لم تعلن حتى الآن طلبها أن يشغل أعضاؤها أيا من هذه المناصب. يأتي هذا في حين يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بالتغيير الشامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات، ويتم التشكيل على مبدأ المداورة في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين. ومن المفترض وفق هذا الاقتراح أن يكون لوزير المالية دور حيوي لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد، حتى يتم استئناف المحادثات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا. أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي السفير أسامة عبد الخالق دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالي نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستوري بشكل عاجل. كما أكد عبد الخالق خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف في مالي على أهمية الحوار الوطني كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسي في مالي بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية. والآن مع جولة إخبارية في بعض العواصم العالمية.
انتقل 9000 طالب لجوء من نحو 13000 تشردوا بسبب الحرائق التي دمرت مخيم موريا في ليسبوس قبل 10 أيام إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة اليونانية. وتم تجهيز هذا المخيم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية من 8000 إلى 10000 شخص على عجل في ميدان رماية سابق يقع على بعد 3 كيلومترات من ميناء ميتليني مركز الجزيرة. من ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما وفقد آخر بعد أن تعرضت منطقة وسط اليونان لإعصار في ظاهرة جوية نادرة في البحر المتوسط مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية. وقامت السلطات بعمليات إغاثة لإنقاذ مئات الأشخاص من المباني التي غمرتها الفيضانات، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية منازل ومتاجر ومستودعات في مناطق شمال العاصمة أثينا. نشر الروسي المعارض أليكسي نافالني صورة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو ينزل على درج، وذلك بعد 5 أيام من إعلان مستشفى في برلين يعالج به أنه تخلى عن جهاز التنفس الصناعي وأصبح قادرا على التنفس من دون مساعدة. وقال نافالني أنه يعاني من صعوبات في بعض الأمور مثل استخدام هاتفه وصب الماء وصعود الدرج. وتعرض نافالني لوعكة صحية على متن طائرة متجهة إلى سيبيريا الشهر الماضي ونقل جوا إلى برلين وهو في غيبوبة. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار بمدينة روتشستر بولاية نيويورك في إحدى الحفلات، ولم يتبين حتى الآن أسباب الحادث، وسواء كان إطلاق النار عمدا أم عملا عشوائيا من أعمال العنف. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 128 حالة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر إلى 101900 حالة، من بينهم 88666 حالة تم شفاؤها و5750 حالة وفاة. وأفادت الوزارة بخروج 708 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة. حالة من القلق والترقب مع انتشار تحذيرات من موجة ثانية من فيروس كورونا، ومراكز الأبحاث حول العالم تسابق الزمن من أجل الوصول إلى لقاح فاعل يقضي على تفشي هذا الفيروس اللعين. موجة ثانية من كورونا تدق ناقوس الخطر في العديد من دول العالم، منذرة بمزيد من الإصابات التي تخطت حتى الآن نحو 30.5 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس مرتفعة بشكل غير مقبول، خاصة مع اقتراب إجمالي الوفيات حول العالم من 1 مليون حالة. وبالتزامن مع هذه التطورات، تستعد عدة دول أوروبية لفرض قيود جديدة واسعة النطاق لوقف تفشي فيروس كورونا. فمع زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية، أعلنت فرنسا تسجيل 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وزادت الوفيات لتصل إلى 26 حالة. وفي المنطقة الباريسية حيث يتفاقم الوباء، دعت السلطات الصحية إلى تجنب التجمعات الخاصة لأكثر من 10 أشخاص. وكذلك تم تجديد الإجراءات الوقائية في كل من نيس وتولوز، والتي أدت لخروج عدد من العاملين في مجال السياحة في تظاهرات احتجاجية نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية. أما العاصمة البريطانية لندن فقد شهدت احتشاد عدد من المتظاهرين في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن، رافعين اللافتات الاحتجاجية المنددة بإجراءات العزل العام التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر في وقت سابق من أن المملكة المتحدة تواجه موجة وبائية ثانية، في وقت لا تستبعد حكومته اللجوء لعزل شامل جديد لكل بريطانيا بصفته خط الدفاع الأخير. ألمانيا أيضا سجلت 2297 إصابة جديدة، وهي أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل. كما دفع تدهور الوضع الصحي منظم الكارنفالات في ولاية شمال الراين لإلغاء هذه الاحتفالات هذا العام. أما مدريد التي تعد البؤرة الوبائية في إسبانيا ففرضت إجراءات صارمة قيدت فيها التنقلات على نحو 13% من سكانها بهدف الحد من تفشي الفيروس.
وفي واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح مضاد للفيروس بحلول أبريل المقبل، إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع إعلان مدير هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الذي أشار إلى أن توفير لقاح آمن وفعال على نطاق واسع لن يحدث قبل أواخر الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الهندية تعافي أكثر من 4,200,000 شخص من فيروس كورونا حتى الآن، لتسجل الهند أعلى نسبة تعاف من الفيروس في العالم. نفى مصدر أمني ما تناولته بعض مواقع تنظيم الإخوان الإرهابي عن إلقاء عدد من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان زجاجات مولوتوف أمام سيارات الشرطة. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوي الخلفيات الجنائية استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف، مضيفا أن تراجع سيارات الشرطة التقليدية جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة، وقد تمكنت القوات من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة. تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنظمة السد العالي وقنطرة المفيد وقناة مفيد تشكى خلال زيارته لمحافظة أسوان، كما تفقد عددا من مخرات السيول بالمحافظة، وأكد رفع درجة الاستعداد على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة. وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلومتر من الترع بالمحافظة بتكلفة تقارب 300 مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل 20,000 كيلومتر من الترع على مستوى الجمهورية. قام المهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بعدد من محافظات الصعيد للوقوف على حجم العمل ومعدلات التنفيذ. بهدف متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بصعيد مصر، جاءت جولة المهندس كامل الوزير وزير النقل لعدد من محافظات الصعيد، حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 290 مليون جنيه. ويشمل المشروع إنشاء اتجاه جديد بعرض 11 مترا ونصف ليصل عرض الطريق إلى 23 مترا في الاتجاهين وبواقع 3 حارات لكل اتجاه، فضلا عن رفع كفاءة الطريق الحالي. وخلال الجولة أكد الوزير أن أعمال التنفيذ ورفع كفاءة الطرق تتم بواسطة معدات الصيانة الذكية وأحدث المعدات لإعادة تدوير طبقات الرصف واستخدام ناتج الأسفلت وتدويره مرة أخرى. وأشار الوزير إلى أن استخدام هذه المعدات يحقق الحفاظ على الخامات ويحد من التلوث البيئي، إلى جانب تقليل التكلفة وسرعة إنجاز معدلات العمل، وهو ما يتم تنفيذه حالياً، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق، في حين تستخدم ماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد. ونظرا لأهميتها، شدد الوزير على ضرورة عمل الصيانة اللازمة والمستمرة لكافة هذه المعدات، ومن ثم المضي قدما في إنجاز مثل هذه المشروعات التي تعمل على تيسير حركة نقل البضائع والأفراد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. محمود اسمع. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأهرام. إعلان نتائج التحويلات وتقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات خلال أيام. ننتقل إلى جريدة الوطن. البترول تستهدف زيادة القيمة المضافة للغاز بزيادة عدد المشروعات. جريدة الجمهورية نقرأ منها القوى العاملة
تعيين 1181 شابا في البحيرة بينهم 40 من ذوي الخبرات واستخراج 1720 شهادة قياس مستوى مهارات. جريدة أخبار اليوم: مصر للطيران تسير 38 رحلة لنقل 5000 راكب، ولندن وواشنطن أبرز الوجهات. عودة لجريدة الجمهورية: الزراعة إطلاق الحملة القومية المكثفة للتخصيب ضد الحمى القلاعية على مستوى الجمهورية. نختتم هذه الجولة من أخبار اليوم: 27 مصريا يزينون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت. يفاجأ العالم كل يوم بدخول روبوت في الكثير من المجالات، ومن آخر ما كشف عنه عالم الذكاء الاصطناعي روبوت جديد أطلق عليه إيجي كورونا، المزيد في سياق التقرير التالي. بات عالم الروبوتات واحدا من أهم تخصصات المستقبل، مجال يشهد تطورا ونموا لا مثيل لهما، وكان آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال ليتماشى مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد إيجي كورونا روبوت، أول روبوت مصري لخدمة مصابي كورونا مزود بمهام متعددة بتقنية عالية الجودة. بدأت الروبوت ده في شهر 3 في بداية أزمة كورونا في العالم كله، وبدأت ان انا افكر ان انا ازاي اخصصه او اطوعه ان هو يعمل ديستانسينج او يعمل تباعد ما بين الطاقم الطبي والمرضى، بحيث ان هو يقدر يقوم بالوظائف الطبية دي اللي بيقوم بيها الطبيب وبكفاءة كبيرة جدا. جاء تصميم الروبوت في محاولة منه لمساعدة الفريق الطبي خلال تلك الأزمة، حيث يتم التحكم فيه عن بعد ويمكنه أخذ مساحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كورونا، الأمر الذي يحد من التعرض لخطر الإصابة. الروبوت مزود بكاميرا أمامية مثبتة في مقدمته لسهولة التحكم ورؤية المرضى داخل العنبر الطبي ومتابعة تنفيذ الأوامر المطلوبة منه تجاه المرضى. وبعد أكثر من شهر من التجارب أصبح النموذج الحالي للروبوت قادرا على قياس درجات الحرارة وأخذ مساحات من الفم وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها. والآن نذهب في جولة لكل جديد وغريب مع كاميرا أحداث 24 ساعة في بعض عواصم العالم.
استعراضنا لأحداث يوم مضى من خلال أحداث 24 ساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.